مساء الخير إليك سيدتي ولجميع المشاهدين. يعني هذا المسار يعني سأصبح معروفا لدى السلطة اللبنانية بأنها يعني منذ بدء الأزمة السورية حتى اليوم تدخل ورقة اللاجئين السوريين في البازار السياسي الداخلي اللبناني، وبالتالي اليوم يعني بدنا نتفاجأ بالوفود الكبيرة من اللاجئين السوريين عبر المعابر غير الشرعية التي تأتي إلى لبنان. بالمقابل هناك يعني أيضا اندفاع كبير من الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية للإمساك بهؤلاء وإعادتهم، وكأن شيئا لا يحدث في سوريا، وكأن ليس هناك من قانون دولي يحمي اللجوء والأشخاص الهاربين من خطر الموت. وبالتالي هذه الممارسات اللاقانونية التي تقوم بها السلطات اللبنانية نضعها في السياسة، في الـ يعني أصبح اللاجئين السوريين بين مطرقة السندان، يعني بين أن يذهبوا إلى الموت في سوريا أو إذا مين يعتقلوا ودعني في أسأل هنا، لبنان. يعني هل تعتقد بأن هذه الاعتقالات تأتي في إطار خطة لبنانية لترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم بالتنسيق مع دمشق؟ سيدتي، هناك حديث قديم جديد عن الخطة اللبنانية، وحتى اليوم أؤكد لك بأنه ليس هناك من خطة، أي حتى ليس هناك من موعد أعطي من السلطات السورية لأي وفد من السلطة اللبنانية. دائما ما يتحدثون أن هناك وفدا ويشكلونه ويضعون رئيسا للوفد، وأنه سوف يذهب إلى سوريا للقاء يعني وفد سوري، ولا يتم أي شيء يعني من عدة شهور، وبالتالي هذا كله تسجيل نقاط في السياسة. ولكن كما قلت لك، للأسف ورقة اللاجئين السوريين اليوم يلعبونها بين ورقتي مرشحي الرئاسة، المرشح الممانعة سليمان فرنجي، الذين يحاولون أن يعني يقولون بأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يحل هذه المعضلة مع الرئيس السوري ويحل مشكلات اللاجئين، بمواجهة المرشح الآخر اللي هو كما تحدثت منذ قليل قائد الجيش، والذي يحاول أن يرمون بوجهه كرة النار، وهو يحاول أن يقول أيضا بأنه يستطيع أن يحل هذه المشكلة ويستطيع أن يعني يمسك بهؤلاء السوريين الداخلين خلصة بمفهومهم للقانون، وكأنهم ليس هناك من حرب في سوريا، وكأنه ليس هناك من خطر، ويقول بأنه يستطيع أن يعيدهم إلى بلادهم، أيضا أملا في أن يعني يصعد سهمه أمام الرأي العام اللبناني. لذا قلت لك وأكرر بأن للأسف هؤلاء اللاجئين يعني خرجت قضيتهم من القضية الإنسانية لتصبح قضية ابتزاز سياسي في البازار الداخلي للسياسة اللبنانية. أمين، ما مصير هؤلاء اللاجئين الموجودين في لبنان، وخاصة في ظل الحديث عن زيارة وفد حكومي لبناني إلى سوريا خلال أيام لبحث قضية اللاجئين؟ سيدتي، لا، ليس هناك من جديد، لأن هذا الوفد كما قلت لك يعني من أيام عهد الرئيس عون يتحدثون عن وفد لبناني سوف يذهب إلى سوريا، وحتى اليوم لم يذهب إلى سوريا. فمصير هؤلاء اللاجئين اليوم الذين يقعون بين أيدي السلطات اللبنانية، ولكي تقوم هذه السلطات بتسجيل نقاط أمام الرأي العام اللبناني بأنهم يعتقلون الداخلين خلصة ويعيدونهم إلى بلادهم، وكأن الأزمة اللبنانية هي كلها معلقة على هؤلاء اللاجئين، وبأنهم هم السبب في الانهيار الاقتصادي للبلد. وهذه كما قلنا لك كلها تسجيل نقاط في السياسة، مصيرهم إما أن يعني إذا استطاعوا أن يمسكوا بهم أن يرحلوهم إلى سوريا، وإما أن يفلتوا وهم يبقون في لبنان. يعني لأن أيضا موضوع اللاجئين إذا لم يستوفوا الشروط لا يستطيعون أن يسجلوا في هيئة الأمم ومفوضية اللاجئين، وبالتالي هذه قضية شائكة يعني منذ بدء الأزمة. للأسف يدفعون ثمنها من إنسانيتهم، من كرامتهم، حتى أيضا من أمنهم الشخصي. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، كنت معي من بيروت أمين بشير، محام وناشط سياسي، شكرا جزيلا لك سيد أمين.